2009 كانت البداية، أول تجربة لنا نسوي مؤتمر شبابي يجمع الشباب في قطر، ومن الشباب للشباب. الحلو في المؤتمر إن إحنا كلنا كشباب نعدة من A to Z، نختار الثيم، نختار المتحدثين، نختار المشاركين، ونوصل صوت الشباب خاصة في القضايا المحلية والعالمية. إمباور مؤتمر عزيز على قلبي، ومتأكد إنه عزيز على قلوبنا كلنا واحد واحد، وخاصة اللي اشتغلوا على المؤتمر من البداية، واللي كانوا من سنة 2009 من أول انطلاقة لإمباور لحد الحين. أكيد يعرفون، يعني أكيد شافوا شلون التغييرات الكبيرة اللي صارت بين أول مؤتمر شلون كان وهالمؤتمر. الامباور بالنسبة لي كان نقطة تحول في حياتي. بديت أول تطوع لي كنت طالبة في الجامعة. إذا بتكلم عن امباور 2010 كان عبارة عن مجموعة من الجلسات النقاشية، السيمينار، ورش العمل التفاعلية، النشطة اللي تساعد على جذب المعلمين والشباب والمنظمات الشبابية، بالتالي تطوير الشباب في قطر وتشجيعهم على أن يكون جيل مبادر، جيل فعال، جيل مسؤول وذو حس عالي بالمواطنة. أتذكر القميص هذا كان وايد عزيز علي، لأن كانت أول تجربة بالنسبة لنا نخوض فيها للمساعدات الإنسانية المحلية، فكان تعاون كبير جدا بيننا إحنا كفريق، وغير أن إحنا قدمنا فيها فرحة للعائلة. في إمباور 2011 كان عندنا فرصة أن إحنا نتعلم فيها أكثر على بروتوكول المناظرات. The 2012 year left a great mark on Empower's journey, in which we have changed the conference concept from a local into an international youth conference by having an international participants come from all around the world for one cause, which is Empower. Talking about youth, I think Empower is the right place or the right activity or event that any youth can join and gain a lot from it. If you want to change your personality, gaining new skills, and maintain your old skills or your fears, come and join us. سنة 2013 كانت السنة الخامسة لمؤتمر إمباور، يعني كان عنوانه هو التعاون الدولي في مجال المياه. شيء مهم في هذه السنة كان إيمان كبير من المسؤولين في قدراتنا كشباب، وهذا شيء كان حافز لنا سواء في التخطيط ولا التنظيم ولا الإدارة لين المؤتمر لآخر لحظة فيه. هاي كان من أهم الأيام في حياتي، لأن قدرت أثبت شيء كبير في هذا المؤتمر، وقدرت أنا أنمي قدراتي بتعاوننا كلنا كفريق واحد. The crown of the jewel of Empower is having this extensive network of people, ranging from experts, ranging from NGO presidents, ranging from normal people. Sports was also one of the key pillars from Qatar Vision 2030, and especially that Qatar is hosting FIFA World Cup 2022. So it was this link, this amazing harmony between service learning, leadership, global citizenship, and sports at the same time. In 2015, Reach Out to Asia's 7th Annual Youth Conference theme was Youth Development for Peaceful Societies. This conference discussed and highlighted issues concerning personal leadership, service learning, and global citizenship. It emphasized the role of youth in achieving the United Nations Sustainable Development Goals. I would summarize Empower in three words: empowerment, youth, and networking. This is exactly what Empower has offered, not only to me as an individual, but to various youth from various different backgrounds.
شخصيتي كاملة تغيرت من Empower 2009. إذا بعد الأشياء اللي نفعتني أو إن الأشياء اللي خدتها من Empower 2016 كنا عن ريادة الأعمال، كان شلون أنظم وقتي وشلون إن حتى ماديا أوفر من راتبي أو إن أحط مشاريع خاصة فيني. الحين احتفال احتفالية عقد من الزمن من حياتي قضيته كامل مع روتا. Empower 2017 بمثابة منصة ومنتدى لمساهمة الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية والرياضية والبيئية لتحقيق رؤية قطر 2030 ومساهمة الشباب في تحقيق الأهداف المستدامة للتنمية للأمم المتحدة. ابتدينا في روتا، بدينا نمثل فئة الشباب في قطر لقطر، وصرنا نمثل شباب قطر في العالم بالأمم المتحدة. روتا وايد وفرت لنا ورش عمل، من خلالها تعلمنا كل المهارات اللي احنا نحتاجها ووظفناها في وظائفنا في حياتنا اليومية وفي المؤتمرات بشكل عام.